أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد المهند بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث اختتام الأسبوع الثقافي الذي نظمته وزارة الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، هذه الأسابيع الثقافية الدعوية التي تنظمها وزارة الأوقاف وتجوب بها مساجد مصر العامرة لنشر الوسطية، لنشر الثقافة، لنشر الوعي والفكر السليم الصحيح، لنشر سماحة الدين الإسلامي الحنيف، كل ذلك أيها الأحبة يأخذ بأيدي الأفراد ويأخذ بأيدي المجتمع نحو السلام ونحو الوئام ونحو الترابط ونحو الازدهار ونحو التقدم. الثقافة مطلوبة في المجتمع. مجتمع مثقف مجتمع آمن، مجتمع يعيش في سلام، مجتمع يعيش في وئام. أيها الأحبة، ونحن اليوم في ختام الأسبوع الثقافي ويدور موضوع اليوم حول أحكام المواريث، ومعنا للحديث في هذا الموضوع علمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز عطالله، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف. معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي، كوكبة من علماء وقادة ومفكري وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ ربيع الليبيدي مفتش المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمد قرني مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في هذا المسجد العامر، مسجد المهند بالقاهرة الجديدة. نتقدم إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصور هبالة، إمام وخطيب هذا المسجد. أيها الأحبة، ونبدأ أولى كلمات العلم التي تتحدث حول أحكام المواريث مع فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز عطالله، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلاة نسعد بها في الدنيا والدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجهود المباركة التي تقدم لخدمة الدعوة الإسلامية في بلادنا المصرية وغير البلاد المصرية. إذا ذهبت أخي الكريم إلى أي مكان في أرجاء هذه المعمورة الآن، وأردت أن تدخل أي مسجد من المساجد، وجدت هذا المسجد فيه إما الدروس العلمية والندوات التثقيفية، وهذا فيه المقارئ القرآنية، وهذا فيه المجالس التفسيرية، وهذا فيه المجالس الفقهية، وهذا فيه الدروس لتعليم الأولاد والأطفال اللغة العربية، إلى غير ذلك من الجهود التي لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر. ولذلك أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجهود في موازين حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أتقدم بعد ذلك بخالص الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى من أجلس معهم وبين أيديهم من علمائنا الأفاضل ومن شيوخنا الأكارم، ويجلس معي متحدثا اليوم فضيلة الدكتور سعيد حامد، وهو من هو علما ومكانة وفضلا ومنزلة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يبارك له في أهله وولده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أبدأ أيها الأحبة هذا اللقاء مستعينا بالمولى تبارك وتعالى أولا،
ومتوسلا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيا، ومستشفعا بآل بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثالثا، وملتمسا البركة من أولياء الله الصالحين في كل زمان وفي كل مكان رابعا، ثم أسأل المولى تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل هذه اللقاءات في موازين حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، المولى تبارك وتعالى يقول في كتابه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مرة أخرى أيها الأحبة، المولى تبارك وتعالى يقول في قرآنه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية كما تعلمون أيها الأحبة من سورة النساء، وسورة النساء من السور المدنية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وسميت هذه السورة بهذا الاسم، وهذا الاسم له دلالته وله منزلته وله ما له من إشارات ومن عبارات ومن دلالات ينبغي أن نتوقف معها طويلا. سميت هذه السورة بسورة النساء لحديث السورة الكريمة عن كثير من الأحكام وعن كثير من التشريعات التي لها علاقة بالنساء، وليست هذه السورة وحدها هي التي تسمى بسورة النساء كما تعلمون جميعا، فهناك سورة أخرى من سور القرآن الكريم تسمى أيضا بسورة النساء، ولكن هذه سورة النساء الكبرى أو الطولة، وسورة الطلاق تسمى أيضا بسورة النساء الصغرى تمييزا لها عن سورة النساء الكبرى. وإذا رأيت أخي المسلم أو إذا نظرت في القرآن الكريم لا تجد سورة النساء الأولى أو الثانية تتحدث وحدها عن المرأة أو عن النساء، بل في كثير من سور القرآن الكريم يحدثنا المولى تبارك وتعالى عن كثير من الأمور والتشريعات التي تتعلق بالمرأة. لماذا؟ لأن المرأة كانت في الجاهلية لا قيمة لها، كانت سلعة تباع وتشترى، لا تملك من أمر نفسها شيئا، حتى أمر حياتها كان بيد الرجل، إن شاء أبقاها على قيد الحياة ذليلة ممتهنة لا قيمة لها، وإن شاء دفنها في التراب وهي على قيد الحياة. ولذلك المولى تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. هذا هو الوضع، وهذه هي الصورة التي نقلها المولى تبارك وتعالى لنا عما كان يحدث في الجاهلية إذا بشر أحد الآباء بأن الله رزقه أنثى، النتيجة يتوارى من القوم، يختفي من الناس، لا يريد أن يجلس معهم، لا يريد أن يتحدث معهم، حتى لا يعير بين الرجال بأنه رزق بأنثى. فيا ترى ماذا يفعل بعد هذا الذي حدث؟ أيبقي هذه الأنثى على قيد الحياة ويتحمل هذا الهوان ويتحمل هذا الذل، أم يقوم بدفنها في التراب حية؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وظل الوضع هكذا إلى أن جاء الإسلام. ثم انظر أيضا، المرأة في الجاهلية لا ترث، لا تأخذ حقها لا في ميراث ولا في نفقة ولا مال ولا قيمة للمرأة. لماذا؟ لأنها لا تحمل السلاح ولا تقاتل العدو ولا تركب الفرس، فكيف تأخذ حقها من مال أبيها أو من مال زوجها؟ فهي لا ترث، بل في كثير من الأحيان هي جزء من ذلك الميراث. ولذلك كان الرجل في الجاهلية إذا كان متزوجا بأكثر من امرأة يأتي أحد أبنائه فيضع العباءة على زوجة أبيه، فتكون زوجة أبيه ملكا له، وأحيانا يدخل عليها. ولذلك ربنا تبارك وتعالى حرم ذلك في قرآنه عندما قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أرأيت؟ كانت المرأة لا ترث، بل هي جزء من الميراث. وظل الوضع هكذا. والقرآن ينزل والمرأة لا ترث ولا تأخذ شيئا من نصيبها، إلى أن هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وبدأت التشريعات تنزل، وبدأت الدولة تستقر، وبدأت الدولة تتكون. ولا بد للدولة من نظام، ولا بد للدولة من قانون، ولا بد لها من أحكام، ولا بد لها من تشريعات. فبدأت التشريعات تنزل، وبدأت الأحكام تنزل، وبدأت الأحداث تحدث، ويترتب على تلك الأحداث أن يذهب الكثير من الصحابة أو الكثير من الصحابة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر حدث لهن، فينزل المولى تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يخبرنا الله تبارك وتعالى فيه بأن هذه السائلة لها حق في كذا، أو بأن هذه الشاكية لها حق في كذا وفي كذا. وآيات القرآن الكريم واضحة: اقرأ، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ظل الوضع هكذا، المرأة لا ترث ولا قيمة لها، إلى أن حدثت تلك الحادثة التي بسببها أنزل المولى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لأنها أول آيات المواريث نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم. تكررت هذه الحادثة. ذهبت إحدى الزوجات
إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم بأن زوجها قد مات وترك أموالا، فجاء إخوة ذلك الميت وقاموا بالاستيلاء على جميع أمواله ولم يعطوا للزوجة ولا لبناتها شيئا. وعندما طلبت الزوجة شيئا من ميراث زوجها منع الناس ذلك العطاء، وعندما طلبت لبناتها منع الناس العطاء، فكيف تفعل؟ ذهبت إلى نبينا وقالت له يا رسول الله زوجي قد مات وترك أموالا وترك بناتا، وماذا أفعل؟ إخوة الميت استولوا على جميع ماله. فأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى إخوة الميت يسألهم لماذا لم تعطوا الزوجة ولا للبنات شيئا من مال أبيهم. قالوا يا رسول الله على حسب ما كانوا في الجاهلية، لا نعطي إلا من ركب الفرس، لا نعطي إلا من حمل السلاح، لا نعطي إلا من قاتل العدو، وهذه أو تلك لا تركب فرسا ولا تحمل سيفا ولا تقاتل عدوا فلا نعطيها شيئا. فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا حتى تكررت الحادثة. ثم أنزل الله بعد ذلك للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. تأمل أخي المسلم فيما حدث بعد ذلك حتى تعلم أن أحكام المواريث لم يجعلها المولى تبارك وتعالى لأحد من خلقه، لم يجعل المولى تبارك وتعالى شيئا في تقسيم المواريث لأحد من خلقه، لا لنبي مرسل ولا لغيره. لماذا؟ لأن الله العليم بكل شيء، لأن الله هو الذي خلق الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه. سيدرك وستجد في مستقبل الزمان أن الناس يعترضون على تقسيم المواريث التي قسمها المولى تبارك وتعالى في قرآنه، وتجد بأن من يخرج علينا هنا أو هنا ويقول بأن توزيع الشارع الحكيم فيه ظلم، توزيع الشارع الحكيم فيه عدم مساواة. فكيف يحدث هذا والمولى تبارك وتعالى قال لنا في كتابه نصيبا مفروضا؟ قال لنا بعد أن ذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ماذا قال؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. من بعد وصية، تدرك أن هذا وصية من وصايا المولى تبارك وتعالى أنزلها علينا، ووجب تنفيذ هذه الوصية لأنها فريضة من المولى تبارك وتعالى. المقام أيها الأحبة فيه الكثير والكثير من الكلام، وفيه الكثير والكثير من الأحكام، ولكن من أجل أن جاءت الإشارة أن أكتفي فسأكتفي بهذا، سائلا المولى تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الأحبة مع هذه الكلمة الطيبة العطرة لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز عطلة، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف، والتي حدثنا فيها عن أحكام المواريث، وذكر أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول
فلنقل سمعا وطاعة لله عز وجل. ما زلنا وإياكم في رحاب مسجد المهند بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة في ختام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، وأيضا حول أحكام المواريث وهو موضوع هذا اللقاء، يحدثنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبداية أتوجه لهذا العالم الجليل الذي أفاض وأجاد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدم في موازين حسناته، فذلك عهدنا بعلمائنا الكرام الأجلاء، دائما يغوصون ويجولون ويأتون بالعجائب والفرائد والغرائب، لأنهم تتلمذوا ولأنهم تعلموا في محراب العلم في الأزهر الشريف، فجزاه الله عما قدم خيرا. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وفي أولاده وفي علمه، إنه ولي ذلك ومولاه. وأتوجه لكل الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور العظيم والإعلامي الكبير الدكتور أحمد القاضي وكل الحاضرين، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. أما عن موضوع أحكام المواريث، فإنه من الموضوعات الهامة والمهمة في حياة الفرد وفي حياة المجتمع، بل في حياة الأسرة كلها. ألتقط الخيط من نهاية كلمة أستاذي الكريم. قد يعترض البعض على بعض أحكام المواريث، لكن العجيب حينما تقرأ التشريع القرآني في المواريث تجد أعجوبة عجيبة، وهي أن آيات المواريث ذكرت في سورة النساء، وسورة النساء بدايتها عزيزة جدا في القرآن. خد بالك، بداية عزيزة، بدأت بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لا يوجد لهذه البداية مثيل في القرآن كله في بدايات السور إلا في سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طب تعالوا كده نعمل مقايسة. النساء الرابعة في النصف الأول من القرآن الكريم، الفاتحة، البقرة، النساء، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. طب وسورة الحج الرابعة في النصف الثاني من القرآن الكريم، متخيلين معي الموضوع؟ الرابعة في النصف الثاني من القرآن الكريم، سورة مريم، طه، الأنبياء، الحج. دول السورتين الوحيدين في القرآن اللي بدأوا بيا أيها الناس اتقوا ربكم، بداية تستشعر المؤمن أنك تدخل على أمر عظيم وأمر جليل وخطب لابد أن تستحضر كل إيمانك وأنت تقرأ تلك السورتين.
خد بالك، سورة النساء تتكلم عن أحكام النساء كما قال أستاذنا، لكن أحكام المواريث خصت بتلك السورة في 3 آيات، الآية رقم 11 والآية رقم 12 وآخر سورة النساء، كانت تسمى آخر آية آية الصيف. واهتم الصحابة بالميراث لدرجة أن الفاروق عمر بعدما طعن في صلاة الفجر في مسجد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحمل إلى بيته، قال احفظوا عني 3 أشياء: لا أقول في الكلالة شيئا، ولا أقضي بين جد وإخوة. يا الله، وهو على فراش الموت يقضي في مسألتين من مسائل الميراث: الأولى أنه لا يقول في الكلالة شيئا، والثانية أنه لا يقضي بين جد وإخوة، لأنه ورد عن الصحابة من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفصل بين جد وإخوة، لأن الإخوة تدلوا إلى الميت عن طريق الأب، والجد تدلى عن طريق الأب، فكلاهما في منزلة واحدة. اهتم الصحابة أيما اهتمام بقضية الميراث. طيب، جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، إن سعد استشهد معك في أحد وترك بنتين وعمهما قد أخذ المال كله ولا مال يزوج تلك البنتين، حزوجهم منين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقضي الله في ذلك. ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أعمام البنات وقال: إن الله قضى في ذلك، اعطوا للزوجة الثمن واعطوا للبنتين الثلثين والباقي لكم أيها الأعمام. رسول الله يفتي في مسألة ميراثية حتى يعطي درسا للأمة أن الميراث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها أول ما ينزع من العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم 3: آية محكمة أو سنة عادلة أو مسألة عادلة. مسألة من مسائل الميراث تتعلمها وتكون عادلة، فإن مسائل الميراث طبقا للاستقراء الذي وضعه العلماء 3: إما مسألة عائلة، وإما مسألة عادلة، وإما مسألة مردودة، فهم 3. فقال رسول الله: العلم 3، وعد من هذا العلم تعليم المسألة العادلة. طيب، جاءت امرأة سعد ونزلت آيات المواريث. يجي واحد من الجماعة المتحزلقين يقول لك: يا مولانا، هو انتوا ازاي القرآن الكريم يسمي سورة بسورة النساء؟ ويجي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طالما سمتوها بالنساء كنت تقولون المساواة بين الرجل والمرأة. قلنا له: فهمت شيئا وغابت عنك أشياء. الله جل وعلا في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وحدة القياس في الميراث هي الأنثى مش الراجل، وحدة القياس. ربنا بيقول لنا: إن أردتم أن تورثوا فأعطوا الذكر مثل حظي الأنثى. كأن الأنثى هي المقياس الأول الذي يقاس به نصيب الذكر. شفتوا الروعة تحت القرآن؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل المقياس، مقياس ايه يا جماعة؟ المرأة. تشوف المرأة هتاخد كام، وبعد كده تقيس وتعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وأريد أن آخذ روعة من روعات القرآن الكريم وتعبير دقيق في محله في قول الله جل وعلا ولأبويه، ما قالش ولوالديه. الوالد في اللغة اسم فاعل من الولادة، والتي تلد هي الأنثى. فلو قلنا لوالديه يبقى غلبنا جانب الأمومة على جانب الأبوة. ومن الذي يكسب مالا أكثر؟ الرجل. فغلب القرآن هنا الأبوة على الأمومة، لأن الأب هو الذي يأتي بالمال أكثر، ولأبويه. بينما في الإحسان من يستحق إحسانا أكثر؟ الأم. لذلك عبر بالوالدية وقال وبالوالدين إحسانا، فغلب الوالدية على الأبوة في الإحسان. أما هنا غلب الأبوة على الوالدية في المال، لأن الأب هو الذي يجمع مالا أكثر. لذلك قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هكذا القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم وروعة التشريع وجمال التشريع الرباني والتشريع المحمدي، أن يعطيك كل ذلك في ثلاث آيات بس. تخيلوا معايا، الميراث كله مجموع في القرآن في ثلاث آيات، وتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين أو ثلاث تبين بعضا من أحكام المواريث، كقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقى فلأول عصبة ذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذا اللقاء محظوظ بالكلمات الطيبة العطرة، والموضوع في الحقيقة حسنا فعلت وزارة الأوقاف عندما اختارت هذا الموضوع للحديث، وهو أحكام المواريث. شكرا لفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، على هذه الكلمة الطيبة الرائعة التي تحدث فيها عن أحكام المواريث، وأخذ بنا أخذنا إلى كتاب الله عز وجل، حيث الإعجاز، حيث البيان، كل حرف له دلالة، كل حرف له دلالة وله معنى. ولا يستطيع من أوتي ما أوتي من البيان أن يحرك حرفا عن الآخر أبدا. حدثنا عن الإعجاز في أحكام المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم أيها الأحبة، كما قال العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، المرأة البنت مسؤولة من أخيها، ومسؤولة من عمها، ومسؤولة من خالها، ومسؤولة من زوجها، ثم بعد ذلك يأتي نصيبها، فتكون هي التي أخذت الحظ الأكبر. فالإسلام والمولى سبحانه وتعالى عندما يقول ويشرع لا معقب لتشريع الله، سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هكذا نستمتع بتلك الأسابيع الدعوية الثقافية
التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، هكذا وصلنا إلى ختام هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد المهند بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من السادة العلماء المتحدثين فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز عطلة، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة. حضر هذا اللقاء جمع غفير من رواد مسجد المهند بالقاهرة الجديدة وكوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، تقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ ربيع اللبيدي مفتش المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور محمد قرني مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد منصور هبالة إمام وخطيب مسجد المهند بالقاهرة الجديدة. أيها الأحبة، حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.